يعني هذا رمضان شيء عجيب انك توصفوه كيف البيانات، يعني بالمأساة اللي نحن عايشينه، العالم كامل مغفل. هذا اولا، نحن الحمد لله مفتوحين. ثانيا يعني غدو الدبة البترول ب 3000 ريال، الدبة الصليد ب 12000 ألف ريال، يعني نغلي السمبوسة برمضان بالبترول؟ هذا يجي ما يجيش ابدا. يعني ماذا منقصوا البترول الديزل، اقل حاجه تنزل رغابة على المواد الغذائيه اللي يستفيد منها الشعب. اما الشعب كل ما ساعه يشوف هذا، نزلوا لنا احنا منع التزحم، قفلوا علينا المساجد، قفلوا علينا حاجات كثير، ولا هم ولا صار انه يعني المواد الغذائيه هذا كله الشعب يتمناها، الرواتب مش موجوده، يعني كيف الاسر بتعيش؟ يعني شو وصلوا حاله اليمنيين لايش؟ يعني هذا رمضان، هذا رمضان الله اعلم ايش اللي بيستوي يعني من الاسر كثير. البعض منا بتخرج يمكن تشحت، واللي هو عزيز نفسه بيجلس ببيته لما يموت من الجوع. يعني عالم احنا جميل، نشتي واحد كده مسؤول يحس بالمواطنين، يحس بنا احنا، يشعر، يتكلم، يقول هو يا اخي انا علي مسؤوليه لدي الناس، مش مسؤوليه لك ولاهلك. انا اتكلم على اي مسؤول عنده ده، يا اخي اليوم احنا بالارض بكره بالتراب. معكم يا مسائل، نحن انتم كبار عقال، الدنيا فانيه. نستقبل رمضان بفرحه وبحب ومتشوقين له بعد غيبه وبعد مده طويله. لكن اللي ضرر احنا هو ارتفاع الاسعار في المواد الغذائيه وفي الملبس وفي يعني ابسط حاجه، يعني اللي كان الحاجه اللي كانت ب 500 قد الان ب 1000 ب 2000، والرواتب قليله ما تكفيش. اذا كان يعني الواحد، اذا كان واحد في البيت يشتغل، ايش بدي له 30 ال 40 في الارتفاع الغالي ده؟ اذا كان الرز اللي كان قدوه ب 10 قدوه الان من 18 من 20، فالوضع ما يسمح. اهالي عدن استقبلوا رمضان، كان اول يستقبلون بفرحه وبوضع يعني كان مستمد، وكانت الدنيا بخير. الان الوضع تغير، معك جينا على وضع حرب، تمام، وخرجنا الان على وضع يعني ما فيش رواتب، قلت الرواتب، وقد دخلنا الان على وضع ثاني اسمه وضع مرض الكورونا. الان قلت الامور هذه، حتى الاشغال قلت بكثره. المنازل وعدمت